بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى والمرتجى وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين ارتضاهم للناس أئمة وحججا، وعلى كل من سار على نهجهم وشريعتهم واتخذها طريقة ومنهجا. سماحة المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة السيد أحمد الصافي دام عزه، السادة الحضور الأكارم، مع حفظ ألقابكم ومقاماتكم، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. يشرفني أن أكون في هذا المحفل العلمي المبارك الذي يقام برعاية كريمة من لدن العتبة العباسية المقدسة، وهي تحيي الغدير بعطر عباسي مطهر. البحث الذي أشارك فيه عنوانه الإمام الحسين سيرة ومسيرة لتكامل الإنسان وارتقائه. عادة في البحث الأكاديمي هناك محطات مهمة لابد للباحث أن يقف عندها، وهذه المحطات تبدأ بإشكالية البحث. كل بحث لابد له من مشكلة تكون مقدمة لانطلاق الباحث، فإشكالية البحث التي افترضتها هي التلكؤ والإرباك الذي يعيشه المجتمع بنحو عام ومجتمعاتنا الإسلامية بنحو خاص في موضوعة الرؤية والمنهج الذي ينظم علاقة الإنسان مع ربه من جهة ومع غيره من الناس من جهة أخرى. ولذلك نأتي إلى المحطة الثانية وهي هدف البحث. فالبحث يهدف إلى وضع رؤية ومنهجية مستقاة من فكر الإمام الحسين عليه السلام تنظم علاقة الإنسان مع ربه من جهة ومع غيره من الناس من جهة أخرى. ولذلك اقتضت منهجية البحث أن يكون على مبحثين. المبحث الأول تناول علاقة الإنسان مع خالقه في ضوء كلمات الإمام الحسين عليه السلام، والمبحث الثاني علاقة الإنسان مع غيره في ضوء كلمات الإمام الحسين عليه السلام. قبل أن أبدأ ببيان مطالب المبحثين لابد من مقدمة مهمة، وهي أن المدارس الفلسفية التي تعنى بتنظيم حياة الإنسان ووضع رؤية له، والتي تدرس اليوم في أكاديمياتنا سواء في المدارس أو الجامعات حتى في المواد التخصصية للدراستين الأولية والعليا، معظمها تبنى على منهجيات غربية. والسبب أن أولئك القوم كانوا قد أسسوا نظريا لهذه العلوم، يعني كيف ينظم الإنسان علاقاته فيما بينه وبين غيره، باعتبارهم أغلبهم يكتفون بالحياة الدنيا. وأغلب النظريات السائدة في هذا المجال والتي هي اليوم تقود العالم يعبر عنها بالنظرية البراجماتية. نحن المسلمين كلامنا يختلف، لأننا نعتقد بوجود حياة أخرى، وهذه الحياة لابد لها من مقدمة. الذي نفتقر له، وهذا حكم قد يبدو جريئا، الذي نفتقر له أننا نمتلك أعظم رؤية في الوجود، وهذه الرؤية منبثقة من القرآن والعترة، وقد حددها لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أخريات حياته عندما قال: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي.
ما إن تمسكتم بهما، لأن أحدهما لا يكفي، لن تضلوا بعدي أبدا. والمطلوب من الباحثين بحسب ما يلحظه هذا البحث هو المضي باتجاه هذين المنبعين واشتقاق رؤية متكاملة تنظم علاقات الإنسان سواء مع ربه أو مع غيره أو حتى مع نفسه، وذلك يضمن له سعادة الدارين. فيما بعد، بعد أن سأتناول المطالب التي يتيحه أو يتيح الوقت تناولها، سآتي إلى أهم النتائج التي تترتب على البحث. الإمام الحسين عليه السلام اختط لنا، طبعا الإمام الحسين هو خامس أصحاب الكساء، وهو ريحانة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من حسين. فهو شخصية مؤهلة لأن تنظر لرؤية إلهية. هذا الإمام العظيم لو جئنا إلى تراثه الفكري، لأن البحث يقول سيرة ومسيرة، من جهة ما قدمه لنا من تراث فكري، ومن جهة أخرى مواقف الإمام، لوجدناها منهجا متكاملا ينظم لنا هذه العلاقة، لأن يعرف الإنسان كيف يتعامل مع الله، ومن جهة أخرى كيف يتعامل مع غيره. هناك أسس ومعايير يمكن استقاؤها في ضوء كلمات الإمام الحسين عليه السلام. المعيار الأول الذي وضعه الإمام الحسين لكي تكون العلاقة ناجحة وناجعة مع الله هو لزوم التقوى. فقد أوصى الإمام الحسين عليه السلام في وصية له قال: أوصيكم بتقوى الله، فإن الله قد ضمن لمن اتقاه. يعني لو نلاحظ الإمام سلام الله، قد نكون جميعا سمعنا هذه الوصية من الإمام ومن آبائه، والقرآن يوصينا قبل ذلك، ولكن الإمام يربط لنا التقوى وهي مطلب ديني بحياة الإنسان وبمصالحه التي تضمن له سعادة الدنيا والآخرة، فيقول: فإن الله قد ضمن لمن اتقاه أن يحوله عما يكره إلى ما يحب، ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثم يعطف إلى آفة قد يعانيها الإنسان فيقول: فإياك أن تكون ممن يخاف على العباد بذنوبهم ويأمن العقوبة من ذنبه. طبعا التقوى باختصار هكذا يعرفه لنا الأئمة، يقول: هو أن لا يفقدك الله حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك. فهنا الإمام يأتي إلى آفة قد تغيب عن البعض، وهي أن بعض الناس يشخص عيوب الآخرين وينصحهم، ولكن هو مع نفسه وبينه وبين ربه قد يقترف الذنب، وبالتالي يكون خارقا لمعيار التقوى. ثم يقول: فإن الله تبارك وتعالى لا يخدع عن جنته ولا ينال ما عنده إلا بطاعته. ثم تأتي يأتي المعيار الآخر، وهو الخوف من الله. الإمام الحسين عليه السلام ينبهنا على أن الإنسان الذي يريد حياة ناجحة وعلاقة سليمة مع الله عليه دائما أن يكون مترقبا خائفا، لا يأمن وإن كان قد قدم من الأعمال الصالحة، ولكنه دائما يعيش بين الخوف والرجاء. ثم يأتي معيار ثالث يضعه لنا الإمام الحسين عليه السلام، وهذا المعيار يفتح لنا آفاقا رحبة، وهو الإقرار بالنعم الإلهية العظيمة. هذا المعيار
هو مأخوذ من دعاء الإمام الحسين عليه السلام في يوم عرفة. والواقع أن هذا الدعاء هو دعاء عالي المضامين، فيبدأ بهذا العنوان العام الذي هو الإقرار بالنعم الإلهية ليتضمن عنوانات متعددة. أولها الإقرار بالقدرة وإتقان الصنع. لاحظ الإمام يربط مفهوم عقائدي بلمحة تربوية. الإنسان عندما يعتقد بأن الإله الذي يعبده متقن لصنعه، طبعا القياس مع الفارق، نحن عندما نريد أن نأخذ حاجة أو أن نقصد طبيبا لابد أن نذهب إلى أكثر من أتقن ذلك الصنع. فالإمام الحسين عليه السلام يبدأ دعاءه في يوم عرفة قائلا: الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع وليس كصنعه صنع صانع. مطلق يريد أن يقول بأن الإله الذي تعبده أيها الإنسان عليك أن تعتقد مسبقا بأنه ليس كصنعه صنع صانع، وبالتالي ستجعله منفردا، ستجعله أحدا لا شريك له، وهذا لوحده يجعلك في مأمن. ثم تأتي مراعاة للوقت، يعني أمضي سريعا، المعايير الأخرى ضمن هذه النقطة التي هي الإقرار بالنعم الإلهية، وهي من العبارات: الحمد لله الذي ليس لعطائه مانع ولا لقضائه دافع وليس كصنعه صنع صانع، إلى أن نأتي إلى معيار آخر وهو يعبر عنه بالإقرار لله تعالى بعظيم نعمه في أول خلقه وتكوينه، وهي نعمة الوجود. فالإنسان يعلم الإنسان، يعلم الناس بأنك إذا أردت أن تنظم علاقتك مع الله تنظيما صحيحا، فمن أولويات هذا التنظيم أنك تعتقد بأن لك خالق ومكون وموجد، وهو الذي أوجدك بهذه الهيئة، فله المنة والفضل تماما عليك. اللهم إني أرغب إليك وأشهد لك بالربوبية مقرا بأنك ربي وإليك مردي، ابتدأتني بنعمتك قبل أن أكون شيئا مذكورا، إلى آخر كلمات الإمام التي حقيقة كلها مضامين عالية. ثم تأتي نعمة أخرى وهي نعمة الهداية إلى الصراط المستقيم بعد الخلق، وهي نعمة هنيئا لمن حظي بها: لم تخرجني لرأفتك بي ولطفك بي وإحسانك إلي في دولة أئمة الكفر. ثم يستعمل الإمام صلوات الله وسلامه عليه أساليب الخطاب العالية المضامين مع الله تعالى طلبا للتوبة والمغفرة. وهذه الأساليب: أولا استشعار التقوى والخوف من الله كأنه حاضر في كل موقف. الإمام ينبه الإنسان على أنك عندما تسلك سلوكا معينا في أي وقت وفي أي مكان فعليك أن تستحضر بأن الله معك، فيقول: اللهم اجعلني أخشاك كأني أراك، وأسعدني بتقواك، ولا تشقني بمعصيتك. ثم يتسلسل بهذه العبارات وينتقل إلى مضمون آخر، وهو الاستعانة بالله تعالى من كل صغيرة وكبيرة. طبعا العنوان الأول استشعار التقوى واستشعار كون الله تعالى حاضرا، هنا ربط للمجرد بالمحسوس. أحيانا الإنسان عندما يغيب عنه الملاحظ والمشاهد قد تخف قوة الورع والتقوى لديه،
ولكن الإمام يريد أن يؤكد لنا حقيقة غائبة عن بعض الناس، وهي أن الله تبارك وتعالى هو حاضر دائما بيننا. ثم يأتي إلى المعيار الآخر الذي هو استعانة بالله تعالى من كل صغيرة وكبيرة، وبذلك يكبح جماح الغرور والطغيان عند الإنسان ويقر حقيقة، وهو أن الإنسان مهما وصل إلى التكامل وإلى القدرة وإلى القوة فهو ضعيف في قبال المولى عز وجل. فهو الإمام الحسين عليه السلام على رغم ما أوتي من القدرة يقول: اللهم ما أخاف فاكفني، وما أحذر فقني، وفي نفسي وديني فاحرسني. كأنما يريد أن يوصل رسالة بأنني في كل أحوالي مفتقر إلى الله تبارك وتعالى. ثم يعطف إلى معيار آخر وهو العفو والغفران، الذي هو من أجلى سمات الله جل وعلا. وهذا المعيار يأخذ مديات واسعة، فيقول بأن الله تبارك وتعالى ينعم على الإنسان بصرف النظر عن كون ذلك الإنسان مؤمن متقي حتى وإن كان كافرا، فإن عطاء الله لا يمتنع عنه، وما ذلك إلا لكرم ساحة جهده تبارك وتعالى. فيقول: يا من لم يعجل على من عصاه من خلقه، يا من استنقذ السحرة من بعد طول الجحود، وقد غدوا في نعمته يأكلون رزقه ويعبدون غيره، وقد حادوه ونادوه وكذبوا رسله، يا من قل له شكري فلم يحرمني، وعظمت خطيئتي فلم يفضحني، ورآني على المعاصي فلم يشهرني، إلى آخر كلامه. طبعا هذه العبائر حقيقة تحل لنا مشاكل كثيرة. الإنسان أحيانا نسمع بمشكلات الانتحار واليأس وما إلى ذلك. الإمام عليه السلام يخبرنا هنا بوصفه الوساطة أو الواسطة بين الله وخلقه، فيعطينا مورد اطمئنان ويقول بأن هذا الرب الذي نعبده، أريد أن أخبركم كيف تنظمون علاقتكم معه، فهو يقبلكم على كل حال بشرط أنكم تأتوه بنوايا صادقة وقلوب مطمئنة، فهو فاتح له لكم باب توبته. أحيانا الإنسان عندما يقترف ذنبا ويأتيه من هو ضال مضل يخبره بأن الباب مسدود وأنه لا مجال لك بالعودة إلى الله. أما الإمام الحسين فيقول بأنك لم تعجل علي العقوبة، وأنك قد استنقذت وقبلت السحرة، فلا شك بأنني عندما أقدم لك ستقبلني. ثم يفتح لنا بابا آخر وهو باب الدعاء، فيقول: يا من هداني للإيمان من قبل أن أعرف شكر الامتنان، يا من دعوته مريضا فشفاني، إلى آخر العبارة. نعم، المعيار الآخر هو الاعتراف بالذنب، وهو حقيقة نحتاجها كثيرا. الإمام يقول: بعد أن عرفت بأن الله قريب منك، وأن لك وسيلة أو أن لك وسيلة إليه وهي الدعاء، عليك أن تمتلك شجاعة الموقف وتقر أمامه بذنوبك. ولذلك تعتمد أسلوبا هو الآن يحدده التربويون بأنه من أروع أساليب النجاح في الحياة، وهو أسلوب المكاشفة. يقول: عليك أن تكون متبعا لأسلوب المكاشفة مع الله تبارك وتعالى. المبحث الثاني هو الأسس المنهجية في تنظيم علاقة الإنسان مع غيره من الناس، وفيه معايير أخرى، من أهمها النهي عن الظلم، التفكر والاعتبار من تقلبات الدنيا ومغرياتها، تشخيص الثمن الحقيقي للنفس الإنسانية. فيقول: أيها الناس، ليس لأنفسكم ثمن إلا الجنة،
فلا تبيعوها بغيرها، فإنه من رضي الله بالدنيا فقد رضي بالخسيس. ثم يأتي إلى ضرورة التمسك بأهل البيت عليهم السلام والدعوة لطلب العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كلها معايير يسلط الإمام الضوء عليها. ومن معاييره أن يمتلك الإنسان قوة الإرادة ويكون صاحب موقف حتى ينجح في حياته، وأيضا أن يكون أبيا للضيم. طبعا كلها موثقة بأقوال الإمام وعباراته الشريفة. وأيضا من المعايير الشجاعة والوضوح والمصداقية والصبر وعدم الإزدواجية. يعني الوقت ربما أخذنا. أهم نتائج البحث التي تستحق الوقوف عندها بعد هذه الجولة حقيقة الماتعة في سفر أبي عبد الله الحسين عليه السلام، أن أهل البيت عليهم السلام قد خلفوا لنا تراثا رساليا بناء يمكن من خلاله معالجة أهم المشكلات النفسية والاجتماعية التي تعانيها البشرية اليوم، لكن يحتاج إلى وقفة متأنية من لدن مجموعة متخصصة بهذه العلوم تضع منهجية متكاملة، ثم تخطط لنا هذه المعايير وتظهرها للعيان حتى تعتمد من المؤسسات التربوية والأكاديمية وتصبح منهج حياة. إن المواقف الرسالية للإمام الحسين عليه السلام والكلمات التي جاد بها تستحق الدراسة والبحث من أجل تضمينها في المناهج التعليمية. إن بناء العلاقات الاجتماعية النموذجية حاضر في نصوص أهل البيت عليهم السلام ومن مصادقه الإمام الحسين عليه السلام. أعتذر عن الإطالة وأرجو أن أكون قد وفقت في إيصال ما أريد إيصاله في هذا البحث المقتضب. شكرا مرة أخرى للعتبة العباسية المقدسة أن أتاحت لنا هذه الفرصة، ودعاءنا للجميع بأن نحظى بالقبول عند مولانا صاحب العصر والزمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلى الله على المصطفى على نبيه المصطفى وآله الشرفة. السلام عليكم أخوتي ورحمة الله وبركاته. أحسن الأخوة الباحثون فيما أفادوا بعض ما يتعلق ب طبعا جناب الدكتور الشلاح سلمه الله تعالى، أعتقد كان العنوان الذي بدأ به كان عنوانا واسعا، ما يتعلق بالإمام الحسين عليه السلام سيرة ومسيرة لتكامل الإنسان وارتقائه. طبعا السيرة والمسيرة إذا قلنا الأول من باب اسم الفاعل والثاني من باب اسم المفعول، بالنتيجة قد لا يفترق الأمر كما الإيجاد والوجود إلا بالاعتبار. ولعل السيرة يعني والمسيرة قد يصبان في منهل واحد، وإن كان البعض قد يفرق فيهما. ثم تطرق جناب الدكتور إلى شيء موسع بما يتعلق في دعاء عرفة، مع أن عنوانه كان أشمل من ذلك، ولذلك لو اقتصر على بيان بعض فقرات عرفة وركز البحث عليه أعتقد كان أفاد الحاضرين إفادة كبيرة.